كنقوم بواحد الندوه صحفيه من اجل ابراز واحد المجموعه ديال المستجدات اللي كانوا في الملف والقضيه ديال امتحان المحاماه. هذه الندوه كذلك كتجي باش اننا نحسوا بالخطوره ديال الوضعيه اللي وصلت ليها المعركه النضاليه ديالنا، من خلال ان واحد المجموعه ديال المرصبين رفاق ديالنا كيخوضوا واحد المعركه النضاليه ديال الامعاء الفارغه من خلال الاضراب عن الطعام، اللي اليوم تجاوز 20 يوم من الاضراب عن الطعام. الحاله الصحيه كما شاهدتوا جميعا انه الحاله الصحيه ديال الاخوان ديالنا راه وصلت لواحد حالة حرجة جدا. واحد مجموعة ديال الأخوات خديناهم للمستشفى، بقوا قرابة 10 أيام هما في المستشفى تحت العناية المركزة في قسم الإنعاش، بسبب أنه يعني وصلوا لواحد المرحلة اللي صافي بقوا على حافة الموت، والأطباء كيحذروا أنه إلا استمروا في هذه المعركة هذه راه غادي توقع شي كارثة، أنه ربما يفقد شي واحد الحياة ديالو. حنا كذلك عينا مع المضربين عن الطعام أنهم يتراجعوا على هذه الخطوة النضالية، لأننا كنشوفوا الإخوان ديالنا كيموتوا يوما عن يوم ودقيقة بدقيقة، ولكن للأسف أنه هاد الإخوان ديالنا ما وصلوش لهاد الدرجة هذه، وصلوا أنهم كيضحوا بالحياة ديالهم إلا بعد ما قاموا مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، بعد ما ترقوا مجموعة ديال الأبواب ديال المؤسسات المعنية بهذا الملف هذا، لكن دون مجيب. وأنه هاد أمام هاد التجاهل هذا وأمام هاد التحايل على الملف وعلى الخروقات والفساد اللي شاب امتحان المحاماة وعدم ترتيب الآثار القانونية اللازمة من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، كنوا أكيدين أنه إلا ما كانش واحد الاستجابة وما كانش واحد جبر الضرر واحد الحل عادل ومنصف لهاد الناس هادو، كنوا اكيدين انه راه غادي تجي خطوات اللي هي اصعب. راه كانوا الناس اللي مقبلين على الانتحار بسبب الياس والاحباط اللي زرعوا فينا السيد وزير العدل في نفوس هاد الطلبه المرصبين، هاد الناس اللي ضحاوا وقراوا وكدوا باش انهم ينجحوا باش انهم يلبسوا البدله ديال المحاماه. فاذا بيا كنتفاجئوا ان واحد المهن وعلى واحد المهن ولات مهن طبقيه على راسها مهنه المحاماه، اللي عنده الناس الاغنياء والناس اللي سميتو راه كيدخلوا ولادهم لهاد المهنه هادي باش يقضوا المصالح ديالهم، في حين ان ابناء الشعب اللي ما عندهمش اللي كيفاش يولجوا عن طريق لوائح حزبيه ولا عن طريق باك صاحبي، كيلقاو راسهم انهم مرصبين وكيلقاو انه واحد ناجح بلاصتهم، كما شفنا انه ناس ناجحين عندهم اجازات في القانون، اجازات ماشي في القانون العام او الخاص، عندهم اجازات في الشريعه ولا في شي تخصصات اخرى لا علاقه لها بمهنه المحاماه، في حين انه واحد اللي كد وخذ دبلومات عليا متخصصه في القانون كيلقى راسه في الاخير مقصي. فكيف يعقل انك تنجح ليا وتسجل غير مجرد انك تسجل واحد عنده اجازه في تخصص اخر، راه خصك تلغي هذوك النتائج ديال الامتحانات. انك تسجل واحد وتنجحوا واحد موظف ما عندوش ترخيص من الاداره ديالو باش يجتاز هذا الامتحان، فراك تضرب في الشرعيه ديال هذوك النتائج ديال هذوك الامتحانات. ومجموعه من الخروقات اللي التسريب ديال الامتحانات، الغش، مجموعه ديال الامور اللي كتضرب في المصداقيه ديال هذاك الامتحان. لكن كنشوفوا للاسف حتى مؤسسه ما تحركاتش. كنتمناو ان النيابه العامه تتحرك لان هي صاحبه الاختصاص وتوقف على الخروقات، تفتح فيهم تحقيق نزيه وشفاف اللي ممكن انه حنا على يقين تام انه كاينه قرائن واضحه اللي خص غير تحقيق شفاف يوقف عليهم وغادي تبان الحقيقه، وبغينا ان القضاء والعداله تاخذ المجرى ديالها. لكن للاسف السلطه ديال الفساد في هذه البلاد هذه ربما هي سلطه اقوى من باقي السلطات، وهذا الامر هو اللي غادي يدفعنا ان نقوم بخطوات اللي غتكون عليها اثار سلبي على الحياه ديالنا وعلى المصير ديالنا، وكذلك اثار على المستقبل ديال هذه البلاد هذه، لان للاسف هذا الشيء اللي كنشوفه عنده تاثير سلبي على المؤسسات ديال الدوله، على منظومه العداله، على القضاء، على السمعه ديال القضاء، ومجموعه ديال الامور اللي المحاماه هي واحد الركيزه اساسيه من المنظومه ديال العداله.